ظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع. هذا هو يفيد معنى آخر غير المعنى الذي له وضع. نعم. كالأسد اسم واحد السباع. الأسد اسم واحد السباع، أسد. وقد يرى للرجل الشجاع، تقول فلان أسد. نعم. كالأسد اسم واحد السباع، وقد يرى للرجل الشجاع. والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى. أولى. نعم. أولى. نعم. يقول ما يمكن نذهب إلى التأويل إلا بدليل. بالدليل أولى. نعم. والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. مقيد بالدليل. أتى أمر الله، نقول سيأتي. ما الدليل؟ فلا تستعجلوا. نعم. قال رحمه الله باب الأفعال. انتهى الآن من الأقوال. انتهى من الأقوال. أين؟ يا إخواننا أين ذكر الأقوال؟ أمر قول، صح؟ النهي قول. أي نعم، انتهى من أقوال، من الأقوال يأتي إلى إيش؟ إلى الأفعال. الآن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أشياء يفعلها عليه الصلاة والسلام، نحكم عليها بما ننظر. عادات، عبادات. كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات الأصل فيه الاستحباب، حتى يأتي دليل يرفع الاستحباب إلى الوجوب. كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العادات فالأصل فيه الإباحة، حتى يأتي دليل يرفع هذا إلى استحباب. مثال: ورد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل الكفين، فغسل الكفين نقول هذا في العادة ولا في العبادة؟ الوضوء عبادة، أصبح غسل الكفين مستحب حتى يأتي دليل يرفع إلى الوجوب. جاء دليل ورفع هذا الوجوب في الذي يستيقظ من نوم الليل، لا يدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثة. مفهوم؟ تمام. أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في العادات: ركب الحمار عليه الصلاة والسلام، وركب البعير، وركب البغل. لو جاءنا الشيخ وقال ركوب هذه الدواب سنة، نقول لا، عادة أو عبادة؟ عادة، إذن إباحة. مفهوم؟ تمام. لبس الإزار والرداء، لأن عادة العرب لبس الإزار والرداء جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات فالأصل الاستحباب، حتى يأتي دليل يرفع للوجوب. وكل ما فعل في العادات فالأصل الإباحة، حتى يأتي دليل يرفع إلى الاستحباب. التكني الأصل فيه الإباحة، إنه من العادات، حتى يأتي دليل يرفع إلى الاستحباب. نعم. إذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات فالأصل فيه استحباب حتى يرتفع إلى الوجوب، في العادات الإباحة. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فله حكم المجمل، قام وصلى، إذن هذا بيان. بيان لماذا؟ لقوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، فله حكم هذا المجمل. الصلاة منها فريضة ومنها نافلة. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة قلنا الإباحة، بمقتضى الجبلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو يعني خرج من مكة، من المدينة إلى مكة للعمرة والحج، في طريقه عليه الصلاة والسلام قضى الحاجة. قضاء الحاجة هنا سنة في هذا الموضع؟ لا، كان يعرق عليه الصلاة والسلام، هذا ما فعله مقتضى الجبل، كان يشرب عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس له حكم إلا إذا جاء الدليل. مفهوم؟ كالشرب باليمين. نعم. إذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة الأصل فيه الاستحباب حتى يرفع بالوجوب، العادة الإباحة حتى يرفع للاستحباب، ما فعله مقتضى الجبلة، ما فعله بيانا لمجمل فله حكم ذلك المجمل، ما فعله بمقتضى العادة
هذا هو الذي فيه إشكال عندنا، لأنه كثير من الناس يتوهم أن هذا سنة. لبس الإزار والرداء، إطالة الشعر، حب الدباء، حب العسل، هل هذه من السنة؟ قال لا، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى العادة. فماذا نصنع اليوم؟ قال السنة هنا ما هي؟ السنة هنا أننا نوافق عادة القوم ما لم نخالف الشرع. يعني هذا الأخ جاء إلى الكويت، هنا الكويت لهم عادة في اللباس، فيلبس لباس أهل الكويت ما لم يخالف الشرع. ذهب إلى قطر، قطر يلبس العقال هذا اللي له كذا مثلا، فقال أنا وافق عادة القوم، لا إشكال في هذا لأنه لم يخالف الشرع. لكن ذهب إلى مناطق وهذا يكشف العورات وقال لازم وافق عادة القوم، نقول صحيح، لكن عادة القوم هنا مخالفة للشريعة ما تفعل. مفهوم؟ إذن إطالة الشعر سنة؟ لا، عادة القوم. حتى يقول بعض العلماء في هذه الأيام أن إطالة الشعر في هذه الأيام أصبحت شعار للخوارج. مفهوم؟ إذن ليس بسنة، عادة. كان القوم زمن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا جاء النهي عن لباس الشهرة. مفهوم؟ وهذا اللي يخطئ فيه كثير من الطلاب. هذا يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله، أقرأ الآن. رحمه الله، باب الأفعال. نعم، أفعال طه. أفعال طه، طه أي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء لم تثبت له عليه الصلاة والسلام هذا تعدي على النبي عليه الصلاة والسلام. الأسماء في اللغة العربية مكونة من حروف ثلاثة، هذا الاسم في اللغة العربية، ما وجد اسم أقل من ثلاثة أحرف. واحد. الثاني، الاسم له معنى، كل اسم في اللغة العربية له معنى، ولهذا لكل إنسان من اسمه نصيب. الثالث، يقول لو نقول طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال الله سبحانه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، خلاص يقول طه وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، صح تمام. إذا قالوا أن طه وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم نقول تعالى ألف لام ميم صاد أكمل، كتاب أنزل إليك. إذن أيضا نقول ألمص من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ألف لام ميم صاد. هل يقول أحد هذا؟ إذن من يقول أن طه وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم نلزمهم أن يسموا النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم صاد، يعني ألمص، صح؟ صحيح؟ هل يقول هذا أحد؟ هذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، ومات رحمه الله. ثم جاءني طالب سألت إيش اسمك؟ قال ألمص، ألف لام ميم صاد. قلت عجيب، مفهوم؟ أي نعم. طيب، إذن طه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، الاسم من ثلاثة أحرف، الاسم له معنى، يلزم من هذا أن نقول ألف لام ميم صاد. والله أخواننا نحن في زمن خطير جدا، وينتشر الباطل ويتكلم الرويبضة. جاء واحد في هذه الأيام وسجل مقطع لا يعرف لا بالعلم ولا بالفقه ولا رجع لا إلى كتاب ولا إلى سنة، رجع إلى المتهوكين والحيارة واليهود، وقال ياسين معناها كذا وصاد معناها كذا وصدق أهل الإسلام. طيب نرجع لعلماء التفسير، لماذا نرجع لهذا؟ عجيب، عجب، عجب. قال والله صدق ياسين في العبرية كذا وصاد يعني صح أو كذا. أنت ترك هذا الكلام، لو جاء هذا من علماء السلف نقبل،
ونقبل ثم بعد هذا نتشاور، صح؟ راجح مرجوح كذا. أما يأتينا إنسان يتكلم في القرآن بماذا؟ قال بالعبرية، القرآن نزل بالعبرية إنجليزية، مشكلة. غدا إنسان يأتينا ويفسر القرآن بماذا؟ ممكن يفسر بالإنجليزية، صح؟ ليس معنى يفسر بالإنجليزية تفسير، لا، يجي مثلا يقول هذه الكلمة هي نفس اللفظ في اللغة الإنجليزية. عجيب والله عجيب. ولا أحد يتكلم والكل قبل، مشكلة. نعم. قال رحمه الله: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. نعم، أقول مرضية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكلها إما تسمى قربة. كلها إما تسمى قربة. قربة هذا القسم الأول، انتبه مع 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 الناظم. قربة هذا القسم الأول. نعم. وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا ففعل القربة. أو لا طاعة أو غير طاعة، يعني عبادة وعادة. انتهينا هنا، يقف خلاص، ثم أراد يشرح لك الطاعة، مفهوم العبادة. نعم، الأفعال في العبادات. نعم. ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام من الخصوصيات. يقول لا يمكن أن نحكم على فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بالخصوصية حتى يقوم الدليل. النكاح بالهبة هذا خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. تأتي المرأة وتهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خالصة لك من دون المؤمنين، مفهوم؟ الزواج بأكثر من أربعة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ إذن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها التأسي حتى يأتي الدليل على الخصوصية، ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل. نعم. قال رحمه الله: من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل الصيام فسألوه قال إني لست كهيئتكم، إذن هذا دليل على الخصوصية. نعم. وحيث لم يقم دليل، حيث لم يقم دليل فالأصل التأسي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وحيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب. لا، مستحب، عبادات مستحب. نعم. بحقه وحقنا، وأما ما لم يكن بقربة يسمى، هذا القسم الثاني، ما لم يكن بقربة هذا إيش يسمى؟ يسمى عادات. نعم. فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح حتى يأتي دليل يرفع هذا إلى الاستحباب. نعم. وإن أقر قول غيره انتهى، انتهى الآن، انتهى من القول وانتهى من الفعل ودخل في الإقرار، مفهوم؟ نعم. قد يقر النبي صلى الله عليه وسلم على القول وقد يقر على الفعل. إقرار على القول أقر صاحب السرية الذي كان يختم القراءة في الصلاة بسورة الإخلاص بقول هو الله أحد، وإقرار على الفعل أقر الحبشة يلعبون في المسجد تأليفا لهم على الإسلام. طيب. نعم. قال رحمه الله: وإن أقر قول غيره دعين كقوله كذاك فعل قد فعل. نعم، إذا أقر كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أو الذي فعل. نعم. وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. نعم، يعني يقول أشياء كانت تحدث زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري عنها، فماذا نقول في هذه الأشياء؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم لكن علم بها الله، والقرآن ينزل، وكان أشياء يفعلها أهل النفاق ولا يدري عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينزل القرآن ببيانها للنبي صلى الله عليه وسلم. ونقول هنا إقرار من من؟ من الله. إذن أشياء كان يفعلها الصحابة رضوان الله عليهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا إقرار من الله. والدليل كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. إذن احتج بماذا؟ بزمن الوحي، مفهوم؟ ولهذا قلنا الأشياء التي كان يفعلها أهل النفاق بيّنها الله سبحانه وتعالى، ف
فدل أن الأفعال التي تفعل زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يدري عنها فهذا إقرار من الله سبحانه وتعالى. تعيد؟ نعم. قال رحمه الله: وإن أقر قول غيره فعل كقوله كذاك فعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. هذا نعم، إن أقره فليتبع، نعم. لكن إن جرى في عصره ولم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم نقول اطلع الله سبحانه وتعالى عليه. مفهوم؟ نعم. نكتفي، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. كم بيتنا؟ يعني في أشياء والله ما أقدر أعديها. ولازم شوية. أنا شفت.